قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يعني أنها كأنها تغطس في عين من الماء كان بها ماء، ثم صار طين، ثم جف، ثم صار أملس، ثم اسود وصار داكنا. ما تلاحظون بعض البقع الطين، العيون الأولى أو السيل إذا انجذب من بعض الفياض وبعض الرياض يتيبس، ثم بعد ذلك يتكسر، ثم يصير كأنه رمل أملس، ثم يتغير لونه. هذا هو العين الحمئة. وقيل العين الحمئة هي البحر، أنه وصل إلى منطقة انغمست الشمس فيها كانغماسها في العين في الماء. هذا مكان يعني أنه بلغ أقصى نقطة من اليابسة من جهة الغرب. ولاحظ: آتاه الله من كل شيء سببا، كل شيء يتمناه سخره الله له. والأرض ملكها أربعة، من المسلمين اثنان، ومن الكفار أيضا هذا العدد، سليمان عليه السلام وذو القرنين هذا من المسلمين، وبختنصر وقيل الإسكندر المقدوني أن هذا كانوا من الكفار، ملكوا مشارق الأرض ومغاربها بتمليك الله لهم. لكن ما خلد القرآن إلا قصة المؤمنين سليمان عليه السلام وهذا الرجل الصالح الذي هو على الصحيح ليس بنبي إنما رجل صالح، ذهب إلى مغرب الأرض. ماذا وجد هناك؟ فلما قال بلغ مغرب الشمس قال: فوجدها تغرب في عين حمئة. قال: ووجد عندها قوما، وجد قوم يسكنون عند هذا المكان. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وجدهم على الشرك، وجد بعضهم يظلم بعضا، وأعظم الظلم ما هو؟ الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. الله خير ذو القرنين والذي آتاه كل شيء لك، إما أن تصدر عفو عام جميع عنهم وتقول أن عيال اليوم الظالم والمظلوم تصالحوا واللي مشرك يسلم وينتهي، ها، وإما أن تقيم العدل بينهم فترد الظالم عن ظلمه وتأخذ ما ظلم فترده إلى يد المظلوم. ومن كان موحدا يثبت على الدين، ومن كان مشركا ولا زال يصر على الشرك اقتله كفرا وردة. أي الخيارين اختار ذو القرنين الملك الصالح الذي أرسله الله إلى مشارق الأرض؟ اختار العدل. ماذا اختار؟ قال، ولاحظ الحكمة، ولاحظ أيها الأحباب، لما وهبه الله هذه النعم وهذه من كل شيء سببا، وهبه الإيمان ووهبه الحكمة، وضع الشيء في موضعه، فقال عليه رحمة الله: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يقول: أما من ظلم، اللي من ظلم لماذا؟ لأن المظلوم ماذا يستفيد إذا لم يرد الظلامة التي عنده؟ يعني الظالم نقول خل اللي عندك مظلوم، خله معك المليون اللي خدته هذا تستاهله، بس لا تعودها ثانية. طيب هذا حقي، الله يجزاك خير، ماذا استفدت أنا؟ لا أستفيد شيء. فلذلك هو أراد إقامة العدل، وهذا من حكمته. قال: الظالم سنرده بأن يرد ما أخذ، والظالم شركا بالتوحيد، والمظلوم ينتصر حتى تسلم الصدور. قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. انتهينا، انتهى من المغرب الأرض.